يعني يمكن يا كابتن نجلاء الجميل مش الفوز، الفوز طبعا حاجه جميله جدا، ولكن ما شاء الله الاكتساح. يعني 13 مباراه لعبناهم على مشوار البطوله، تقريبا كله 3-0. اكيد ده ما جاش من فراغ يا كابتن، يعني كلميني مع بدايه الموسم خططت لده ازاي وصلت له ازاي؟ والله يا كابتن هيثم، هو فعلا كان تارجت ليا واللعيبه بتاعتنا ان احنا البطوله دي نكسبها باكتساح. فكان من الاول احنا بدايه الموسم بتاعي كان معايا 8 لاعبات فقط لا غير، بسبب ان تصعيد اكتر من 6 أو 7 لاعبات في الدرجه الاولى مع كابتن حمدي الصافي. طب ما دي حاجه كويسه. طبعا. وفي نفس الوقت كان في 4 لاعبات ضمن منتخب الشابات في بطوله العام اللي كانت مقامه في المكسيك. في المكسيك بالظبط كده. فلحد ما رجعوا كان المفروض الاعداد البدني بتاع الفرقه بتاعتنا انتهى خلاص، يعني هم جوا لي قبل ما نبتدي بطوله القاهره بحوالي 2 أو 3 أسابيع بالظبط. خبر ابيض. تمام. فكان لنا خطه عاملاها انا وكابتن تهاني توسن طبعا نائب رئيس الجهاز بتاعنا، وكابتن محمد جيوشي مخطط الاحمال، ازاي نربط اللعيبه اللي جايه من بطوله كاس العالم مع فرقه الاعداد البدني. الحمد لله كل واحد جاي بسرعات مختلفه بالظبط كده. ففضلنا نظبطها مع بعض لحد ما وصلنا للي احنا عاوزينه. طبعا بدأنا مباريات الدور الأول بأربع مباريات زي ما حضرتك شفتها، وربنا أكرمنا وكسبنا 3-0. جميع المباريات كل مباراة كان ليها شكل وليها معنى. بالنسبة للاعبات أنا كان معايا نخبة كبيرة جدا جدا من نجوم مستقبل. أحلى جيل بأمانة ربنا، أحلى جيل. يعني ده إن شاء الله. الجيل ده من الجيل اللي تتنبأ له بالخير إنه ده ممكن يكمل في الدرجة الأولى في عندنا في منتخب مصر. كابتن نجلاء اللي بتقول الكلام ده فأكيد. عندنا حضرتك لو شفت حتى عندي كابتن مي غزال، هي كابتن الفريق طبعا، المفروض هي من أحسن البلوكر أساسا الموجودة في مصر، هي أخذ أحسن أتاكر عندي في البطولة دي فعلا ما شاء الله. وآيات ياسين، وعندي كابتن فريد الحناوي. فريد الحناوي لعيبة مميزة جدا وضربة من 4، لعيبة قوية جدا، دي أحسن لعيبة متكاملة فريد الحناوي طبعا. وعندي مريم ثابت صانعة الألعاب، وعندي فرح العايدي أحسن ليبرو. أنت كابتن ولا العايدي طبعا. تمام. أيوه. وسلمى يوسف كان عندنا مصابة، للأسف سلمى يوسف ما قدرتش تلعب معانا البطولة دي. ألف مليون سلامة. ربنا يشفيها ويا رب يتمم عليها الشفاء على خير، وتقدر تساعدنا وتبقى معانا في الجمهورية إن شاء الله. أكيد أكيد إن شاء الله. حصل لها سبرين أنكل بس كان قوي جدا، وبعد ما عملت اشعه رنين حصل ان عندها قطع في الوتر. معلش يا كابتن انا اسف، دي ماتش وادي دجله صح؟ ده الماتش النهائي. ده كان النهائي، كان صعب. النهائي كان ماتش قوي جدا. قوي. ماتش. انت فاكره الثلاث اشواط خلصوا ازاي؟ الشوط الاولاني كسبنا 25-20. الشوط الثاني كان فيه نديه شديده طبعا جدا من بدايه الاول، بس احنا على طول المشوار في حاجه فينا كانت ملحوظه قوي. زي اي مباراه كنت ببدا العبها لازم يطلعوا عليا 5-6 بوينت الفريق الاخر. ده ايه شد الاعصاب؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا في التمرين احنا تعودنا على حاجه معينه قوي، ان احنا بنقسم فرقتين كده وبنلعب مع بعض تقسيمات. فلما الاقي الفريق بتاعنا مثلا الفريق ده كاسب 15 والفريق ده 10، انا اقلب النتيجه، الفرقه دي تبقى هي الكسبه 15 والفرقه دي اللي كسبه 10. فتعودنا على الضغط على طول. بالظبط كده. طب ما ممكن الفرقه بقى اللي هي بتكسب ما تكسبش. كانت بتحصل. بس انا الفرقتين تعودوا على الضغط، تعودنا على الكسبان واخسر او خسران. فحضرتك لو شفتنا حتى من بدايه الشوط الثاني طلعوا علينا هم 6-7 بوينت. صفر. طلعوا علينا 7-1 واحنا قاعدين، كنا هادين جدا. الماتش ده الجيم ده خلص 26-24. 26-24. والجيم الثالث نفس الموضوع، اخذ نديه، هم يسحبوا علينا فرق 6-7 بوينت، احنا نحصلهم ونعديهم ب4-5 بوينت. بنفس السكور برضه؟ بنفس السكور. 26-24؟ الشوط الثاني 28-26، الشوط الثالث 26-24. 29-4 29 كام؟ 28-26 ده الشوط الثاني. الشوط الثاني 28-26. والشوط الثالث 26-24. يا خبر ابيض، ده كان في نديه رهيبه. الشوطين كانوا جدا. عامل فرقه كويسه. عنده جيل كويس. عنده جيل كويس من الناشئات من 16 سنة، هو بيحصل على بطولة القاهرة والجمهورية. ففريق كويس. فريق 18 مصعد لعيبة ملك البحيري. ملك البحيري لعيبة 16 سنة مش 18 سنة، فهو مصعدها ولعبة مميزة جدا في الضرب الساحق، لعبة كويسة، وكانت من ضمن اللعبات اللي كانت في بطولة العالم اللي في المكسيك. خلينا نرجع للإصابة اللي حلت ب يعني باللعيبه اللي عند حضرتك. انا عندي اكتر من اصابه. لا، السبين انكل الشديد. السبين انكل ده كان سلمى يوسف، دي من احسن اللاعبات البلوك سنتر بلوك عندي.
لعيبه قويه جدا. اتصابت كانت في اثناء التمرين مع الدرجه الاولى وحصل لها سبرين انكل، فتشخص ان هو سبرين انكل تمزق اربطه. وبعد كده البنت جت حاولت تنزل معايا قبل التمرين قبل المباراه بيومين، حبت تتمرن معايا، نزلت لعبتها شويه، فانا حطيتها في دماغي ان انا تبقى موجوده معايا في الديسكور في اي لحظه تبقى متواجده، وده اللي حصل فعلا. نزلتهاش بدايه الشوط الثالث، انا سبتها الشوط الاول والثاني. طبعا انا بدلت ايات ياسين من بوزيشن 2، ايات ياسين لعيبه بتمتاز من ان هي تلعب في مركز 2 ومركز 3 تمام. هي من اول اصابه سلمى فانا قلت لها ايات انت مركز 3، فقالت لي كابتن انا مع حضرتك، وفعلا البنت كانت قد المسؤوليه في مركز 3، فلعبت بيها الشوطين الاول والثاني وكنا الحمد لله كويسين جدا. الشوط الثالث انا كنت عايزه اعمل حاجه ثانيه خالص، كنت عايزه اكسب باكتساح فعلا الشوط الثالث، بس لو كانت مشيت معايا. هي ما مشيتش عشان سلمى كانت مصابه، يعني سلمى نزلتها في اول بوينت او 2 بوينت كده، فانا حسيت تجمعها على اربعه مركز اربعه ومركز اثنين صعب، البنت مش قادره، في الم، فعلى طول عملت التغيير، ما قعدتش في الملعب اكتر من دقيقتين. حسيتي بيها؟ بالظبط حسيت بيها، وانا ما اقدرش يعني اخسر اللعيبه عشان خاطر البطوله نهائي خالص. طبعًا فطلعتها ونزلت ايات والحمد لله ربنا اكرمنا وفزنا. طب يعني بتتحسن ان شاء الله ولا؟ بتتحسن ان شاء الله الرحمن. هي دلوقتي بتعمل علاج طبيعي وشغاله وبتنزل البدني مع كابتن حمدي الصافي، فهي الحمد لله ان شاء الله الرحمن في العلاج يعني ماشي كويس ان شاء الله.